مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى فقرة ضيف الغرفة. مكمل غذائي لفائدة المدمنين على التدخين، مشروع استطاعت الطالبة عبير بن داني من جامعة محمد بوضياف بولاية مسيلة أن تحققه، يسجل كبراءة اختراع لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية. المكمل الغذائي الذي تمت صناعته بمخابر الجامعة أثبت نجاعته بعد تجريبه على عدة فئات من المجتمع. إذن لأكثر تفاصيل، أسعد باستضافة عبير بن مداني طالبة جامعية بولاية مسيلة. أهلا بك عبير معنا. أهلا، السلام عليكم. صباح الخير الأخت خولة، صباح الخير قناة البلاد، صباح الخير لجميع المشاهدين. شكرا على الاستضافة الطيبة، سعدت وسررت بملاقاتكم هذا اليوم. العفو. إذن عبير بن مداني، من هي عبير؟ حدثينا عن نفسك أكثر. نعم، اولا بن مدني عبير، خرجت ماستر 2 من جامعه محمد بوضياف بولايه مسيله، تخصص بيوتكنولوجيا النباتات، متحصله على شهاده لابيل من عند وزير المؤسسات الناشئه، وصاحبه المكمل الغذائي لفائده المدمنين على مدى الطبخ. نعم. عبير، اذا مشروع مكمل غذائي للتدخين، ما هي تركيبه هذا المكمل الغذائي؟ حدثينا عنه. نعم، أولا المكمل نتاعي يعتبر مكمل طبيعي، كونه مصنوع من نباتات وأعشاب طبية طبيعية، تساعد المدمنين على الإقلاع من هذه المادة الضارة والسامة، واللي هي مادة التبغ. نعم. كم استغرق الوقت لصنع هذا المكمل؟ يعني تفاصيل أكثر. نعم، أنا طيلة السنوات الدراسات تاعي، طيلة يعني مشواري الجامعي، كان عندي هدف إنساني أول شيء، واللي هو أني نحارب أو نحد من ظاهرة الإدمان على هذه المادة السامة، واللي هي مادة التبغ، والمعروف عنها المادة القاتلة الأولى في العالم، كونها تحتوي على أكثر من 4000 مادة كيميائية، وتحتوي أيضا على أكثر من 100 مادة سامة، ومن أخطر هذه المواد السامة والضارة مادة النيكوتين. ومن منا من لا يعرف مادة النيكوتين المسببة رقم واحد للإدمان. أنا من خلال هذه المعطيات يعني السابقة لدي، كان عندي الهدف أني نتوصل لشيء يحد من هذه الظاهرة أو هذه الآفة الاجتماعية، وهي الإدمان على هذه المادة. ويعني خلال عبر السنوات، في السنة الأخيرة من سنة جامعية نتاعي، واللي هي السنة الخامسة أو ماستر 2، توصلت إلى هذا المكمل الغذائي بعد عدة دراسات أجريتها، وخصوصا دراسات للنباتات الطبية، وبعد معرفتها أكثر توصلت لإنتاج هذا المكمل الغذائي. نعم عبير، تحدثت عن أن المكمل الغذائي يحتوي على نباتات طبيعية، ما نوع عدد النباتات؟ نعم، هذه النباتات طبية وطبيعية، كانت تستخدم في قديم الزمان لعلاج، أو بكري في قديم الزمان كانوا الأطباء يعني يعالجوا من هذه يعالجوا بالنباتات هذه، يعني ما كانتش كاينة أدوية كيميائية في قديم الزمان، كانوا لعلاج في هذه النباتات. يعني هناك نباتات المصنوع من هذا المكمل موجودة في الجزائر، ولكن نبتة واحدة نستوردها احنا من خارج الجزائر، وهي يعني طبيعية. نعم، ومعنا عن مراحل صنع هذا المكمل. نعم، مراحل صنع هذا المكمل، أكيد أول مرحلة لي اللي هي كانت فترة الأبحاث. قبل ما نبدأ في صنع هذا المكمل، أجريت الكثير من الأبحاث، وخصوصا حول النباتات الطبية، درستها يعني مليح على صح وصحيح. وبعد ذلك قمت بالإجراءات المخبرية التوعية والتحاليل أو تحاليل مخبرية، وبعد ذلك يعني صنعت ديريكتوم بعد ما تقومي بالتحاليل المخبرية كذا. والمدة التي تم استغراقها لصنع هذا المكمل، كم استغرقتي؟ نعم، سنوات كثيرة من البحث العلمي، سنوات كثيرة، يعني المكمل في حد ذاته، كون أني عندي جميع المعلومات وعندي جميع الطرق وعندي البروتوكول كيفاش نصنع هذا المكمل، استغرقت حوالي 3 أشهر. ويعني كما لا ننسى أني الصنع أجريته على مستوى، أو البحث تاعي على مستوى حاضنة الأعمال بجامعة المسيلة، اللي احتضنتني
وفتحت لي الباب تاعها، وتم على مستوى الحاضنه درت التحاليل تاعي ودرت الخدمه تاعي. نعم، وماذا عن مرحله التجريب؟ هل تم تجريب هذا المكمل؟ اكيد اكيد، نحن يعني ما نقولوش حاجه، ما نعطوش منتوج الا قبل ما نجربوه على فئات او ناس، يعني ناس بزاف. اكيد جربته انا على اعمار او على اشخاص متفاوتي الاعمار، ما جربتوش على الشباب فقط، جربته على شيوخ وكهول وشباب ايضا، ويعني الحمد لله كانت النتيجه كما كنا متوقعين وكانت ممتازه. حسبك أنت كمخترع لهذا المكمل، كيف يتم أخذ هذا المكمل؟ هل يتم وصفه كوصفة طبية أم ماذا؟ لا، مش يتم، لا يتم وصفه على وصفة طبية، يعني يستعمل كاستعمال مادة التبغ تماما. مثلا نجو المدمنين على مادة الشمة المعروفة عندنا في الجزائر الشمة، ومعروفة في السعودية بالصاعوط، ومعروفة في تونس النفة، والكثير من الأسماء عندها. احنا نحكو عندنا في الجزائر يديروها في هذه الورقة الشفافة واللي تدعى بالعامية عندنا في الجزائر المصة، ويديروها تحت الشارب بتاعهم الفوقاني. وهناك الكثير أيضا من الشباب يديروها كامل بدون مصة، يديروا كمية كبيرة جدا تحت الشارب يعني التحتاني، يستعملوا المكمل نتاعي بنفس طريقة استعمال مادة التبغ، يعني يديرها في المصة ويديرها يعني في بلاصة التبغ. أصلا هذا المكمل صورة طبق الأصل على مادة التبغ، لا يفرق بينهما المدمن إلا عن طريق التذوق أو الرائحة، لأنه لا نجيب لك المكمل نتاعي ونحط التبغ مادة التبغ، لا يوجد فرق من لون شكل او الشكل عفوا، او من ناحيه كل شيء، الا اذا شميتي الريحه تلقاي هذا، تعرفي المكمل من التبغ. كم مده التي يجب على المجرب هذا المكمل الغذائي ان ياخذه لكي يتم اقلاع عن التدخين؟ نعم، كل حسب ادمانه، يعني هناك الادمان الشديد جدا يعني فائق للحده، وهناك يعني اللي مدمن بطريقه خفيفه قادره حتى شهر شهرين تكفيه، ولكن المدمن اللي بطريقه كبيره بزاف يعني لازم يتعاطاه على اشهر حسب ادمانه، حسب ادمان الشخص. وثانيه نذكر نقطه واللي هي مهمه بزاف، الاراده. يعني كان ما تكونش الإرادة عند الإنسان لو كان تجيبي له مانيش عارفة مكمل من وين مصنوع، مستحيل راح يحكم فيه إذا ما كانش عنده الإرادة، هي رقم واحد، والمكمل نتاعي يجي بعد رقم اثنين. نعم، مشروعك أو المكمل الغذائي تم تسجيله كبراءة اختراع، حدثين عن هذا الشعور. نعم، قلت أن حاضنة الأعمال كانت فاتحت لي أبوابها 24 ساعة على 24 ساعة، والأبحاث تاعي والتجارب تاعي كانت على مستوى الحاضنة، يعني الحاضنة كانت تعتبر بيتي الثاني، وعن طريق الحاضنة هما اللي سجلوني أني تحصلت على شهادة مشروع مبتكر من عند وزير المؤسسة الناشئة، وأيضا سجلوني في براءة الاختراع. هما عن طريق الحاضنة هي اللي قامت بتسجيلي في براءة الاختراع. عبير، إذا متى سنشهد هذا المكمل الغذائي في السوق؟ نعم، سؤال جيد ويطرح لي من عند الكثيرين من الناس، يعني رسائل كثيرة توصلني، عبير نحوسوا على المكمل هذا في أقرب وقت، نجوا نشرو وين كذا. المكمل نتاعي مازال لم يسوق بعد، مازال ما خرجتوش، ماهوش متوفر في الاسواق، نظرا لامور اداريه لازمني نديرها قبل، ونجيب يعني عده موافقات من وزارات، وبعد ذلك نخرجوا للسوق، لاني انا حاليا انا ما نقبلش وما تسمحليش نفسي اني نبيع او نسوق المنتوج تاعي في المارشي نوار كيما نقولوا، ما نقدرش نسوق المنتوج تاعي. المهم المكمل تاعي غير متوفر في الاسواق لامور اداريه لازم نحلها، وبعد ذلك يتوفر وفي حال توفره على مستوى السوق، هل سيكون في مستوى ولايه، على مستوى ولايه نسيله، ام سيكون على مستوى الوطني؟ نعم اكيد راح يكون على مستوى ولايه نسيله، هذه مفروغ منها، وايضا على مستوى جميع ولايات الجزائر، وانا
يا حبذا الطمح في يعني تصديره للخارج، وخصوصا للمشرق العربي، يكون هذه الآفة منتشرة بزاف في المشرق العربي، حابة نصدره حتى في خارج الجزائر. أكيد في خارج الجزائر لازم يكون موجود في جميع الولايات الوطن أكيد. نعم، هل كان لك احتكاك ربما مع باحثين من نفس مجالك؟ نعم أكيد كان لي احتكاك مع باحثين خصوصا في المجال تاعي اللي هو بيوتكنولوجيا، وبلا ما ننسى مرافقة ومساعدة الدكتور تاعي اللي كان دائما وحريص جدا عليا ويرافق فيا دائما، ويعني أي حاجة نحتاجها يلبيها على طول، وكان هو اللي زودني بالمعلومات، إضافة إلى هو الدكتور دكتور رابع بونار نوجه له تحية كبيرة، إضافة إلى الدكتورة أمال لحواو، يعني كانت رافقتني طيلة مشواري هذا، وخصوصا حتى ما كنتش في الجامعة ولا الحاضنة كانت معي على التليفون دائما ليل نهار، تزودني بالمعلومات، وبما أنه عندها خبرة كبيرة بزاف عليا، ومعايا اساتذه يعني من المجال تاعي، والحمد لله يا ربي يعني بفضلهم هما اللي وصلت للنتيجه اللي كنت باغيتها. نعم، اذا على مستوى هل مشروع المكمل الغذائي تتوفر كل يعني التركيبه التي تحتاجينها في السوق؟ اكيد تتوفر على كل التركيبه اللي نحتاجها واللي يحتاجها ثاني المدمن اكيد. نعم، اذا عبير رسالتك للشباب الطموح مثلك ماذا تقولين لهم؟ أكيد أول حاجة ما تشوفوش نهائيا للخلف، وثاني حاجة عمر ولا النجاح يجي طريق مستقيم يعني أو مفروش من طريق مفروش من الورود، لا باش توصل الهدف لازمك تتخطى على الكثير الكثير من المصاعب والمشاكل. بك أنا كما راهم يشوفوا فيا الشباب خصوصا اللي في عمري أنا، يقول لك زعما وصلت بسهولة ونجحت بسهولة، ولكن العكس تماما، العراقيل والمشاكل والصعوبات اللي تلقيتها والمراحل اللي جزت فيها يعني يعلم بها غير ربي سبحانه، وخصوصا يعني يكون الفترة اللي خدمت فيها أنا كانت في عز الصيف وفي عز السخانة، وخصوصا بوسعادة والمثيلة معروفين بالحرارة العالية، ولكن ما استسلمتش لهذه الصعوبات وما درتش حجج وعراقيل بها ونقول لا سخانة ما نخدمش نأجل خدمتي، لا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ننصح بها الشباب نصيحة رقم 2. رقم 3 عمرك لا تسمع لكلام الناس، لأنه مهما هوش دير للناس ما هوش راحين يرضوا بك، ودائما يعني يتلقوا يعني يتلقوا عراقيل من عند الناس. نعم نعم عبير، كلام جميل، شكرا لك عبير على كل هذه التوضيحات حول المكمل الغذائي، نتمنى لك التوفيق في مشوارك القادم. إذا مشاهدينا بهذا أن نكون وصلنا إلى نهاية غرفة الضيف الغرفة، وفقرات الغرفة متواصلة لكن بعد الفاصل.